السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومساكم الله بالخير. موضوع اليوم راح يكون كيف نتعامل مع الفوكس. موضوع اليوم راح يكون سهل وبسيط وإن شاء الله ما راح نطول. في البداية لازم نعرف كم شغلة مهمة في موضوع الفوكس، اللي هو إنه إعدادات الفوكس تفرق من كل كاميرا، نيكون، كانون، سوني، فوجي، اللي هو. ففي هذا الشرح أنا ما راح أكلمك كيف تعدي إعدادات الكاميرا، ولا راح أقول لك من وين تروح عشان تعدي إعدادات الكاميرا، راح أشرح كيف تلتقط الفوكس بشكل صحيح. وبالنسبة لنوع الفوكس، نقاط التركيز، ففي منها أنواع مختلفة، شيء للتوثيق، شيء للتصوير السريع، شيء للبورتريه، وشيء وشيء. عن نفسي راح أشرح بكاميرا نيكون 810، وراح من خلال هذه الكاميرا أشرح الأساسيات اللي موجودة في جميع الكاميرات. فاللي راح أشرحها لا حد يجيني بكرة يقول لي مو موجود في الكانون، أو مو موجود في السوني، أو مو موجود حتى في نيكون الفئات الثانية. الشرح هذا جنرال عام، وهذا الشيء اللي خلاني اقول لكم من البدايه ما راح اشرح لك كيف تحدد يعني الاعدادات الخاصه، لا وين تجي من الفوكس، انما شرح عام عن الفوكس. اول نقطه ابغى اتكلم عنها اللي هي نقاط الفوكس نفسها، عددها في اغلب الكاميرات وش اللي يميزها. فلو بحثت فوكس بوينت في جوجل راح تشوف نقاط كثيره للفوكس، اشكال واعداد كثيره لكل الكاميرات واغلبها ايضا. من مميزات الكاميرات الاحترافية أنها تمتلك عدد نقاط بنسبة كبيرة، مثل الصورة اللي قدامكم عكس الصورة الحالية. وعدد نقاط الفوكس غالباً يرفع قيمة الكاميرا، ولما يبحثون عن مميزات الكاميرا الجديدة، أي كاميرا جديدة يبحثون يحطون من ضمن المميزات عدد نقاط الفوكس. وليش عدد نقاط الفوكس إذا كثرت ترفع قيمة الكاميرا أو سعرها؟ بسبب أنه راح يسهل عليك عملية اختيار نقطة الفوكس. فعلى سبيل المثال لو انك مصور ميكرو او بورتريت او اي نوع من انواع التصوير، لو صار نقاط الفوكس عندك قليل فراح تكون محدود، بعكس لما تصير نقاطها اكثر. ولما تكون نقاط الفوكس اكثر راح تاخذ راحتك جدا، تبيه يمين تبيه يسار، التكوين عندك راح يكون ابسط، عكس لما يكون عددها محدود فلازم تحرك الكاميرا بطريقه طيب. انواع الفوكس نوعين، الاول مانيوال فوكس يعني يدوي، انت تحدد مستوى الفوكس. النوع الثاني اللي هو الاوتوماتيك، الكاميرا تحدد هذا المستوى. طيب فئات الفوكس الثانيه اللي هي المود حق الفوكس تيجي دائما مع الاوتو فوكس، ما تيجي مع المانيوال. المانيوال خلاص انت اللي تتحرك. فالموضوع غالبا يتجه للاوتو فوكس، اذا تبغى تتعلم الفوكس فانت لازم تتجه للاوتو فوكس وكيف تتعامل مع الاوتو فوكس. وقبل لا ندخل في الاوتو فوكس لابد نعرف المانيوال فوكس، متى استخدم المانيوال فوكس عكس الاوتو فوكس. المانيوال فوكس غالبا الاشياء الثابته والصغيره في الميكرو وغيره غالبا انت تتحكم علشان تعرف وين تختار فوكس، غالبا اذا صرت قريب او بعيد تحدده بكيفك. بمعنى لو صرت انا مصور مجوهرات مثلا ونقطه الفوكس انا ما ابغاها في مكان معين والاوتو فوكس ما راح يمسكها، مضطر استخدم المانيوال فوكس. والسبب في عدم انه الاوتو فوكس احيانا ما يمسك النقطه، البعد البؤري ما يستوعب النقطه هذه في الاوتو فوكس، فلازم تحرك المانيوال فوكس. الان بنتكلم عن الاوتو فوكس، الاوتوماتيك فوكس، وكيف استخدمه وكيف اعرف الفئات المود حق الفوكس لكل فوكس، وراح اوريكم صوره الان. لو تلاحظون التقسيم حط لك هنا اوتو فوكس اس، اوتو فوكس سي، اوتو فوكس اي. الاس سنجل نقطه واحده، يعني النقطة هنا في الـ AFS راح يكون نقطة واحدة ياخذ الفوكس ويخلص، أما الـ AFC راح يسوي continue يطارد الفوكس العنصر اللي قاعد يتحرك، وهذا ينفع في الرياضي. فلو حطيت أنت على الـ AFS راح تختار أنت بنفسك النقطة manual، لكن الكاميرا هي تحدد الفوكس. فراح تلقى نقطة الـ AFS بهذا الشكل. لو كان هذا الشكل مع الـ AFC راح تشوف نفس النقطة هذه تطارد العنصر اللي قاعد يتحرك. نجي الـ AFA الأوتوماتيك فوكس A، الكاميرا بنفسها تختار العنصر ما بين متحرك وثابت بكيفها، مو على كيفك أنت يعني. بمعنى أن الكاميرا تدمج ما بين الـ AFS والـ AFC علشان تعطيك بطريقتها لـ AFA. لاحظ هنا الـ AFS والـ AFC. طيب أشكال النقاط، النقاط مبنية على المساحة، هنا السنجل نقطة واحدة، هنا ديناميك أريا، وبعدين عندنا 3D، وبعدين جروب فوكس، وبعدين عندنا الأوتوماتيك فوكس. غالبا في البورتريه نستخدم السنجل فوكس عشان احنا نحدد مكان العين بكيفنا. الديناميك يفرق عن السنجل بنقطه بسيطه، انه يشمل احيانا اللي حول.
اما 3 دي فوكس هذا انا ما قد جربته ولا استخدمته، فاللي عنده اضافه يقدر يقول لنا، لكن اللي فهمته انه ما يشتغل على الاي اف اس انما على الاي اف سي. ولما يشتغل على الاي اف سي الكونتينوس هذا راح يكون يلتقط الصور بطريقه ثلاثيه يمين او يسار او فوق او تحت بطريقه، لكن مو 3 دي. بالنسبه للجروب فوكس فانك قاعد تقول الكاميرا ابغى 3 نقاط، ابغى 4 نقاط ضربه واحده، هذه الفكره في الجروب فوكس. وغالبا الجروب فوكس يكون مع الكونتينوس لايت او في السنجل في التصوير الرياضي او التصوير المتحرك السريع عشان يصير فيه شموليه اكبر للفوكس. نجي للاوتو اريا اوتو فوكس، هذه الكاميرا كلها راح تختارها، يعني اذا حطيتها كانك ما راح تختار اي فوكس، الكاميرا راح تختار نقطه الفوكس. بمعنى انه هذا النوع من التصوير، هذا النوع من الفوكس ينفع في التصوير التوثيقي، تصوير الاعراس، الزفات، لكن تاكد انه مو دائما مضمون، احيانا يخونك. فاحيانا في الاوتو فوكس يصيد عنصر مو مهم عندك ويكون عليه الفوكس، والعنصر الاهم راح يكون اوت اوف فوكس، خارج نقطه التركيز. فلو صورت اوتو فوكس تاكد انك تشوف الصور بعد التصوير علشان ما يكون في اي خيانه من الفوكس. شخصيا انا عودت نفسي على هذا النوع من الفوكس اللي هو السنجل، ودائما امشي عليه حتى لو كان جروب فوكس، حتى لو كان توثيق اصور فيه. وهذا النوع من الفوكس مريح، وانا اللي راح اتحكم بموقع الفوكس ومنطقه الفوكس، وهو اللي راح اشرح اليوم علشان اطلع بنتائج ممتازه. بالنسبه للي سالوا عن نقطه الفوكس كيف تطارد الموضوع، لاحظوا نقطه الفوكس تمشي مع العنصر الان ويمشي وتمشي معه. والفكره هنا مو بانت اللي تحرك الفوكس، الكاميرا هي اللي تحرك الفوكس اوتوماتيكيا مع العنصر المتحرك، وهذا مريح جدا في التصوير السريع والرياضي. طيب الان شفنا انواع الفوكس وشفنا اشكال الفوكس ومتى استخدم كل نوع من انواع الفوكس، عندنا الاي اف اس سي واوتوماتيك اي. طيب مفهوم الفوكس، انا كيف افهم الفوكس وكيف افهم عمل الفوكس، نقطه التركيز كيف تشتغل، وش وظيفتها بالضبط وشلون عمليتها. لابد اعرف انه علاقه الفوكس مع فتحه العدسه علاقه كبيره جدا، بل علاقه وطيده وعلاقه حب وشغف بين الاثنين. وايضا الفوكس له علاقه في البعد البؤري، سواء كان عندك زوم او وايد او غيره، بالذات اذا كان عندك ميكرو او زوم. بخصوص فتحه العدسه، كل ما كانت الفتحه اصغر اللي هي 1.8 1.2 2.8 راح تكون نقطه التركيز اضعف، يعني نسبه العزل راح تكون اكبر، ما يعني انك اذا حددت نقطه الفوكس تاكد انك محدده بشكل صحيح لان الباقي راح يكون معزول. اما اذا فتحه الفوكس كانت برقم كبير، يعني راح تكون ضيقه 8 وفوق 8 9 10 11 الى 16، راح تكون فتحه التركيز اوسع، ما يعني انه فتحه التركيز راح تكون سهله عليك اذا ركزت على الموديل، راح يعطيه تركيز برضو على اللي ورا الموديل بشوي، الدبث اوف فيل راح يكون سهل عليك. واقصد بالدبث اوف فيل اللي هو عمق الميدان واللي راح نشرحه بعد شوي في بخصوص ابعاد الفوكس. واذا كان عندك زوم او ميكرو فالفوكس راح يكون متفاوت ما بين عدسات غيرها، فراح يكون في عندك عزل قوي والفوكس اذا ما مسكته صح راح يضيع عليك. فلو كان عندك 300 برايم 200 برايم 70 200 او ميكرو 105 100 لازم الفوكس يكون صحيح، لانك لو ما مسكته صح تاكد ان الصوره راح تصير معزوله بلور. راح اشرح لكم الان بشكل بسيط وسريع بدون اي تعقيد عمق الميدان وش فكرته. لو افترضنا ان الفتحه واسعه جدا، اتكلم عن 2.8 1.8 1.4 1.2 وحطيت التركيز هنا، راح يكون عندي عزل امامي وعزل خلفي والتركيز على هذا العنصر فقط. ولو حطيتها هنا راح يكون عزل على الاثنين، ولو حطيتها ورا راح يكون عزل على الاثنين اللي قدام هنا، فالفتحه الواسعه راح تعطيني عزل للمكان اللي ما فيه اي فوكس. لذلك غالبا لما نصور الاعراس ويكونوا شخصين مثلا احنا راح نقربهم واحيانا نميلهم عشان الفوكس يصير في شموليه للاثنين. فالبوزنج او وضع الموديل او وضع العروسه والعريس مع بعض كيف راح يكونون، هو راح يحدد نقطه الفوكس بالنسبه لك. راح نشرح بطريقه ابسط، الخط هذا الاحمر هو نقطه الفوكس، لو اخترنا نقطه الفوكس على الانف اذا الفتحه واسعه ما راح يشمل العين نقطه الفوكس. فالتركيز فقط راح يكون على الانف، لكن لو حطينا الفوكس على العين على سبيل المثال وحطيناه على العين، فاي شيء بجانب العين راح يشمله الفوكس. يعني الفوكس لو كانت على العين والوجه هذا بهالشكل يعني مستقيم، فراح الفوكس يشمل العينين، ولو كان على الانف فراح يهمش العينين ويكون الفوكس بس على الانف.
هذا بسبب أنه هو مستقيم بالنسبة لي. إذن لا أحط الفوكس على الأنف، إنما أحطه على العين. ولو لاحظت الصورة الجماعية للاثنين هنا، راح تلاحظ أنه مستوى الزوج متوافق مع مستوى الزوجة، فكانوا في مستوى واحد. إذن العين هنا الفوكس عليه راح يوازي هذا العين، بمعنى إذا أنا حطيت الفوكس على هذا العين راح يوازي هذا العين بدون أي مشاكل، وهنا راح يكون الفوكس مناسب جدا. فلو بد أعرف البوزنج كيف راح يكون، ولو بد أضمن أن الفوكس يشمل اثنين، مو بأطبع الصورة بكرة وأتفاجأ أن الفوكس بس على الرجال أو على الزوجة. نجي نتكلم عن الفتحات الضيقة، لو كانت 4 5 6 7 8 وحطينا الفوكس على الأوسط هنا، بالتدريج راح يبين اللي قدام واللي ورا كل ما ضادت الفتحة. بمعنى لو كانت الفتحة واسعة 2.8 راح تلقى الاثنين معزولين لو انت حاط الفوكس على هذا، لكن لو كان 11 راح تلقى هذا أوضح وهذا أقل وضوح. فالصورة هنا الفتحة كانت واسعة نوعا ما، مو بواسعة بشكل كبير، فالفوكس صار على الورد والعزل صار على اللي ماسك الورد. نشوف هذه الصورة، لاحظوا الفوكس على هذا الكرسي، بعدين صار هذا أقل وضوح، هذا أقل، هذا أقل، لأن في الأخير صار بوكيه. طيب نجي لهذه الصورة، هذه الصورة فتحتها 11، ولو لاحظنا العين التركيز وين راح يكون؟ راح يكون على العين الأقرب للمصور. فلما يكون الموديل واقف بشكل مستقيم تقدر تاخذ الفوكس على أي عين ما عندك مشاكل، لكن لو كان واقف بشكل مايل فلازم تاخذ الفوكس على الأقرب. طيب أنا كيف أخذ الفوكس؟ لاحظوا وين حطينا الفوكس، في العين بين البؤبؤ والمساحة البيضاء، نفس الفكرة عندنا في الصورة الثانية. وبرضو لو كانت الصور الطولية وحطينا الفوكس غالبا راح ناخذها على العين الأقرب في اللون الأحمر اللي موجود عندنا هنا. طيب مشكلتنا إذا كانت نقاط الفوكس أقل، ومو كل الناس عندهم الكاميرات الاحترافية اللي فيها نقاط الفوكس بشكل أكثر. ولو حطينا الفوكس هنا بهذا الشكل راح نلاحظ ان الفوكس ما مسك الا في الانف او في الشعر، والعين فيها حده كيف. وهنا مربط الفرس في فتح هذا الموضوع، فهو اني كيف اخذ نقطه تركيز مميزه مع نقاط تركيز اقل. لو افترض انك ماسك الكاميرا كانك قاعد الحين تشوف الكاميرا، وحطينا ان الفوكس يمسك العين بهذا الشكل، راح يختلف معك التكوين وراح ينقص عندك اليد وما تبي انت هذا التكوين. طيب لذلك انت تحتاج تكوين يكون متوسط بهذا الشكل علشان يكون في شمولية افضل، ونفس الوقت توافق انه التكوين يكون مميز مع الفوكس. ببساطة وانت تحرك تاخذ الفوكس على العين، يعني خذ الفوكس بهالشكل، بعدين بيطلع لك الصوت تتت، بعدين تحرك تاخذ التكوين ثم تاخذ اللقطة. يعني كل الكاميرات فيها حساس الاوتو فوكس، ضغطة بسيطة يطلع لك الصوت وضغطة ثانية يعطيك اللقطة. ففي الضغطة الأولى تكون خفيفة لكن مستمرة، أنت ما تضغط ضغطة قوية، ياخذ الفوكس تتت بعدين تحرك تحسن التكوين، تضغط ضغطة أقوى راح يعطيك اللقطة. الآن لاحظوا معي هذه الضغطة حتى الكاميرا، ضغطة خفيفة طلع الصوت، ضغطة ثانية ياخذ اللقطة، ضغطة خفيفة الصوت، ضغطة ثانية أخذ اللقطة. بمعنى أني أخذ اللقطة الآن، هاي ضغطة أولى خفيفة، بعدين أحرك شوي حسنت الفوكس، الآن أضغط الضغطة الثانية، كذا تكون ضبطت التكوين. الآن أخذ الفوكس أحرك وأخذ اللقطة، الفوكس أحرك وأخذ اللقطة. لو كل مصور يتدرب على أسلوب الفوكس هذا، أنه يأخذ الفوكس بعدين يحسن التكوين، ما راح يواجه أي مشاكل في التركيز أبدا في أي صورة. طيب طريقة عمل الفوكس علشان أضمن أن الفوكس يمسك بشكل صحيح، في شغلتين لازم أعرفهم. الموضوع الأول التباين، التباين ما بين أسود وأبيض، فلا بد الفوكس يكون في الخط اللي ما بين التباين، فالتباين هو نقطة الفوكس الرئيسية. بمعنى آخر أنا عندي هذا الجدار، لو بأخذ أي فوكس في هذا الجدار، لاحظوا الكاميرا ما تقدر تأخذ أي فوكس، أنا قاعد أضغط ما يأخذ فوكس لأنه ما في أي تباين، مجرد مساحة بيضة. لكن لو صار في خط أسود، بس خط أسود راح يمسك الفوكس، أو مساحة سوداء وفي خط أبيض راح يمسك عليه الفوكس، الفوكس أول شيء يصيد التباين. فمثل ما قلنا وجود تباين في العمل راح يمسك الفوكس، إذا ما مسك الفوكس في التباين يعني ما في أي تباين في الصورة، فهنا لازم تشتغل مانيوال فوكس. الموضوع الثاني الضوء، ولو تلاحظون إعلاننا ولو رجعت للإعلان الأول في الصورة الفوكس كان على الضوء، لمعة أي ضوء يمسك هالفوكس. لاحظوا الإعلان كان هنا على نقطة اللمعة الضوء، وكان بين التباين بين اللون هذا واللون هذا، والفوكس فعلا يصيد هذه النقطتين التباين والضوء.
فيجون نسبة كبيرة من المصورين المبتدئين يسألون أنا كاميرتي كانون، أنا كاميرتي نيكون، يا أخي كاميرتي سيئة، ما يمسك الفوكس فيها بسرعة، كاميرتي سيئة. لا، أنت ما تعرف وين تحط الفوكس. فكونك مثلا مصورة أعراس وتحط الفوكس على الفستان الأبيض، طبيعي ما حيمسك. وإذا كنت مصور مثلا رياضي وتروح على المكان الأخضر، طبيعي ما يمسك. لابد تضمن بوجود تباين بسيط أو ضوء على الأقل، يا ضوء يا تباين. وجود الضوء أو التباين هذا يعطيك ضمان في وجود فوكس على العنصر. وهذا الشيء موجود في العين ما بين الأسود والأبيض، احنا ما نحط على الأسود ولا على الأبيض، احنا نحطها بين الأسود والأبيض، فتشوف حدة جبارة في الصورة. قلنا وبكل بساطة إذا تبغى تاخذ الفوكس ضغطة خفيفة تتت، بعدين تحرك تحسن التكوين، بعدين تضغط. لابد يكون في تباين وضوء. هذا مختصر الجلسة. أتمنى الشرح يكون واضح وبسيط وسهل. طولنا، المفترض ما نطول، بس إن شاء الله ما نكون مللناكم. ويعطيكم العافية.